نطح اوكي ظني تجيب كلها حط ضوفر فيها فلوس فيها فلوس حط ضوفر حط كلها حط ضوفر الله يسامح كما حط ضوفر وجع صفر أنا وجه رسالة أنا وجه رسالة صفر حظوف الله ما دلك يا القصيمي هبيتني كله حظوفه وكيش ما في حياة كذب علينا كله حظوفه من خلف الشاشات ومن أمام الشاشات ومن على الدرايش ومن على الباب مشاهدينا من كل محل حتى من غمارة الموتر حتى مع السطح حتى اللي عند البل حتى اللي عند الغنم حتى اللي يمشي من الخيمة متوبك حالي يا ريجي يا ناجي هنا يا ريجي واجاوب انا 3000 على 2000 مهم يعطوني نقاط اخو نوره الله يوفقك لا 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 عصيري عصيري الله يبلاك عصير الله يلعن ياكل غثة ياكل غثة يا رب العالمين الله يعطيك الغثة جاكل غثة أبي عصير جاكل غثة يا رب العالمين آه قطعة هذي بس خلاص خلاص والله نجيبه والله نجيبه نفسي فيه نفسي فيه نفسي فيه والله العظيم يا خاطر فيه خاطر جاكل غثة اللي يا رب العالمين عصير لا انقص على صفر بس طيب لا جيس بس أسلم والله أسلم شماغك وخرها هذا لا الحين شماغك وخرها اه لا 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 الله لا يوفق الله لا يوفق تكفى يا كلب الله لا يوفق الله لا يوفق الله لا يوفق طبعا عندنا أسئلة اليوم مع المتسابقين المغادرين من اللي بقى؟ بندر تعال بسر كسر بندر تعال بندر تعال بالله تعال تعال بسر كسر قدام الناس علشان توضح الشيء يعني والله ما سوي والله ما طرحك لك وجهني ما طرحك قل له الله هي أسئلة هي من المسابقة من المسابقة يا رجل تعال نصيحة لك كوب في ثلج وش هو اول مره تشوف ثلج كوب شوف شوف دقيقه قل له هلا بعلمك السؤال اللي انا اكرهه بعلمك فيه شوف تركي انت نايم اكيد من زد اكيد نايم وقعت في راسك دام تجيب على نفسك